بدأت آن إليزابيث جراهام وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 عاماً في جامعة فيرجينيا أمسية عادية في المركز التجاري بوسط مدينة تشارلوتسفيل، متوقعة ليلة من الصداقة الحميمية والمشروبات مع الأصدقاء. لم تكن تعلم أن هذه الرحلة الروتينية على ما يبدو ستأخذ منعطفاً مرعباً. بمفردها وفي حالة سكر شديد، اتخذ مصير هان منعطفا مظلما عندما واجهت رجلا، وكانت كلماتها الأخيرة التي سمعها أحد المارة هي الرفض القاطع لركوب السيارة معه، وبعد ذلك اختفت. ابقوا معنا بينما نغوص في تفاصيل اختفاء هان الغامض. ولدت هان في المملكة المتحدة وهي ابنة جون وسو جراهام، وانتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الخامسة من عمرها، واستقرت في منطقة ستراتفورد الخلابة في مقاطعة فيرفاكس فيرجينيا. وصفت هان بأنها فتاة مشرقة ورياضية وذات ميول موسيقية، كانت تشع بالإيجابية والحماس. التقطت صورها بابتسامة مشرقة تعكس حماسها للحياة، وهي الحياة التي ستتعطل قريبا بسبب القوة الخبيثة لجي سي لوي ماثيو جينيور. تم قطع مستقبل هان الواعد فجأة في 12 من سبتمبر عام 2014. في ذلك المساء غادرت مقر إقامتها في مجمع شقق جراند مارك لمقابلة الأصدقاء، وتوجهت في النهاية إلى مطعم فيك في تشارلوتسفيل لتناول المشروبات. بعد ذلك حضرت حفلة في إحدى شقق كامان بلاز في شارع 14، لكنها غادرت وهي تشعر بالإعياء. وعلى الرغم من عرض أحد الأصدقاء مرافقتها إلى المنزل، اختارت هان المشي بمفردها. ومع ذلك فقد انحرفت لسبب غير مفهوم نحو مطعم تيمبو في وسط مدينة تشارلوتسفيل. التقطت مقاطع فيديو المراقبة مشية هان المشؤومة، مما أثار تساؤلات حول تأثير التسمم بالكحول عليها. وفي الوقت نفسه كان جي سي ماثيو البالغ من العمر 32 عاما سائق سيارة أجرة وفني غرفة العمليات بدوام جزئي، يتجول في وسط المدينة بعد تناول المشروبات في مطعم. أفاد شهود عيان بتقدمه غير المرغوب فيه تجاه النساء، مما مهد الطريق لمواجهة مرعبة مع هان. سمح ماثيو في البداية لهان بالمرور، تبعها خلصة مستفيدا من سكرها. اقترب منها ووضع ذراعه حولها، سار معا نحو مطعم تيمبو حيث اشترى ماثيو مشروبين. ظهرت تناقضات بشأن ما إذا كانت هان داخل الحانة أم على طاولة خارجية. أشارت رسالتها الأخيرة التي أرسلت في حوالي الساعة الواحدة صباحا إلى الارتباك قائلة: رغم ذلك لقد تعثرت. تصاعدت المخاوف عندما أبلغ أصدقاء هان عن اختفائها في 14 من سبتمبر أيلول، وعلى الرغم من مسؤولياتها إلا أن عدم التواصل أثار المخاوف. أطلقت سلطات إنفاذ القانون بسرعة عملية بحث شملت وكالات الولاية والوكالات الفيدرالية. نظرا لتاريخ اختفاء الإناث في شارلوتسفيل، حظيت قضية هان باهتمام وطني. من خلال التحقيق الدقيق وتحليل فيديو المراقبة، قامت سلطات إنفاذ القانون بتجميع الجدول الزمني لهان في تلك الليلة المشؤومة. منذ مغادرتها مجمع شقق جراند مارك إلى التقائها مع ماثيو، قاموا بتتبع خطواتها حتى آخر رؤية معروفة. اشتد السباق مع الزمن مع بدء البحث عن هان، على أمل ظهور الإجابات لهذه الحياة الصغيرة في وقت مبكر جداً. أصبحت جامعة فيرجينيا مكانا لتجمع المئات للتعبير عن تضامنهم مع هان جراهام، واجتذبت وقفة احتجاجية مؤثرة على ضوء الشموع الحضور الذين تأثروا بإلحاح بهذا الوضع الكئيب. شاركوا أيضا في بحث مجتمعي عن هان. كان هذا الدعم المتدفق بمثابة شهادة على التأثير الذي أحدثته على حياة عدد لا يحصى من الأشخاص. والآن حان دورهم الجماعي لمقابلة الرعاية التي قدمتها لهم. وفي خضم هذه الجبهة الموحدة تكشفت قصة مروعة للغاية، لتكشف عن الخلفية المعقدة للجي سي لوي ماثيو جينيور المعروف أيضا باسم إل جي.
بدأت رحلة جيسي ماثيو في ظروف صعبة تميزت بالفقر والتنمر المدرسي والتأتأة وصعوبات التعلم. على الرغم من هذه التحديات فقد شق طريقه نحو النجاح وحصل على منحة دراسية كاملة لكرة القدم في جامعة ليبرتي، ومع ذلك ظهر جانب غامض عندما واجه اتهامات بالاغتصاب في عام 2002 واعتداء جنسي آخر في جامعة كريستوفر في عام 2003. وبعيدا عن الأنشطة الأكاديمية انجرف ماثيو إلى وظائف مختلفة بما في ذلك فترة عمله كسائق سيارة أجرة في شارلوتسفيل فيرجينيا، حيث أظهر معرفة مقلقة بالمنطقة. في عام 2005 وقعت امرأة في مقاطعة فيرفاكس ضحية لهجوم وحشي واغتصاب أثناء عودتها إلى منزلها من أحد المتاجر، ويزعم أن ماثيو هدد حياتها إذا لم تمتثل لمطالبه. ورغم أن الضحية نجت إلا أن الخوف دفعها إلى الانتقال إلى منزلها في الهند. ومن المفارقات أن الأصدقاء والعائلة وصفوا ماثيو بأنه روح طيبة القلب، حتى أن صديقاته السابقات شهدن على سحره وحنانه. ومع ذلك ظهر تاريخ مظلم ما لا يقل عن 12 ادعاء بالاعتداء الجنسي ضده. مع بحث المحققين بشكل أعمق اكتشفوا جانبا مثيرا للقلق من ماضي ماثيو، وكشفت صديقاته أنه تعرض لاعتداءات جنسية متكررة خلال سنوات دراسته الابتدائية، وهي تجربة مؤلمة ساهمت على الأرجح في اضطرابات نفسيته. ألمح ماثيو إلى وقوعه ضحية مشيرا إلى أن الاعتداء الجنسي قد حدث أثناء تربيته. لاحت في الأفق معضلة الطبيعة مقابل التربية التي لم يتم حلها، حيث يمكن التساؤل عما إذا كانت حياة ماثيو المنحدرة وتحوله إلى مجرم متسلسل محتمل قد تشكلت من خلال ماضيه أو إكراه داخلي. في 19 سبتمبر حصل المحققون على مذكرة تفتيش لشقة ماثيو التي تم تحديدها على أنه مسكن القاتل، ومن بين العناصر التي تم العثور عليها هاتف محمول بدون بطاقة اتصال، وسراويل قصيرة تحتوي على آثار الحمض النووي لكل من ماثيو وهانا، وأدلة تربط هانا بالباب الجانبي للركاب في سيارة ماثيو. أسفر البحث اللاحق عن عناصر إضافية بما في ذلك الفراش والملابس وعينات الشعر ومنشفة ذات صبغة بنية محمرة. وأدى البحث الثالث الذي أذن به أمر قضائي إلى ظهور سروال قصير أبيض وقميص كالثنائي اللون ومنشفة بها بقع مماثلة. استولى المحققون أيضا على سيارة ماثيو التي كشفت بمساعدة وحدة الكلاب عن رائحة هانا في مواقع متعددة، مما أدى إلى تكثيف التركيز على ماثيو كشخص محل اهتمام. أثارت تصرفات ماثيو المزيد من الشكوك عندما ظهر في 20 سبتمبر في قسم شرطة شارلوتسفيل سعيا للحصول على تمثيل قانوني، لكنه رفض التعاون في المناقشات حول هانا. غادر فجأة وتهرب من تطبيق القانون في مغادرة عالية السرعة، مما أدى إلى مطاردة على الصعيد الوطني. وصف أحد الملصقات ماثيو بأنه رجل أسود في أوائل الثلاثينيات من عمره، وله شعر رياضي ولحية قصيرة، ويبلغ طوله أقل بقليل من 6 أقدام، ويزن أكثر من 260 رطلا. وبحيازة سيارة نايسان الزرقاء الخاصة بأخته أصبح موضع جهود بحث مكثفة. ومع بدء عملية المطاردة توسلت إليه عائلة ماثيو لتقديم أي معلومات لمساعدة المحققين في العثور على هانا، وشددت عمته أليس فليتشر على التزام الأسرة بمساعدة والدي هانا المذهولين في بحثهما اليائس عن ابنتهما المفقودة. رسمت الأحداث الجارية صورة مروعة لمجتمع يحاول التعامل مع جريمة بشعة والشخصية الغامضة في وسطها. 24 سبتمبر رصدت سلطات إنفاذ القانون من إدارة شرطة مقاطعة غالفستون جيسي ماثيو على شاطئ تكساس. تم حجز سيارته الخاصة وتحول إلى استخدام سيارة شقيقته الزرقاء نيسان. استقر بعد ذلك في خيمة على الشاطئ، حيث تعرف عليه أحد المارة من التقارير الإخبارية واتصل على الفور برقم الطوارئ. تم القبض على ماثيو من ضباط إنفاذ القانون وبدأت إجراءات التسليم،
سافر محقق تشارلوتسفيل إلى تكساس لإلقاء القبض عليه، وصنفوه رسميا كمشتبه به في اختفاء هانا جراهام. وبلغت المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اكتشاف هانا 100,000 دولار، لكن الرجل المشتبه في اختطافها أصبح الآن رهن الاحتجاز. تم نقل ماثيو إلى سجن شارلوتسفيل الإقليمي، وتم احتجازه دون كفالة، وفي الوقت نفسه استمر البحث عن هانا. 18 أكتوبر تم اكتشاف بقايا الهياكل العظمية في عقار قبالة طريق لينشبورغ القديم في مقاطعة ألبيمارل، يقع في منطقة غابات كثيفة خلف مسكن شاغر، ووسع المحققون بحثهم عن البقايا المتبقية. تم اكتشاف ملابس تشبه ما ارتدته هانا ليلة اختفائها، قميص قصير وجينز في مكان قريب. كان الجزء العلوي من الداخل إلى الخارج، وكانت إحدى ساقي السراويل مقلوبة من الداخل إلى الخارج. تم أيضا استرداد ساعة، لكن العناصر المهمة مثل الملابس الداخلية أو الأحذية أو الهاتف الخلوي ظلت مفقودة. كشف أحد السكان عن رؤية سيارة ماثيو متوقفة على طريق الوصول خلف العقار في صباح يوم 13 سبتمبر، مما يشير إلى معرفته بالموقع الذي أكسبه من السنوات التي قضاها كسائق سيارة أجرة. وتم نقل الرفاة إلى الدكتور كيفن واي، كبير الفاحصين الطبيين في ريتشموند، وخلص تشريح الجثة إلى أن الوفاة نتجت عن عنف قتل، ومن المحتمل أن يكون خنقاً أو اختناقاً. تمت ملاحظة وجود كسرين في الأنف قبل الوفاة، وتم التأكد من أن الضحية هي هانا إليزابيث جراهام من خلال تحليل الحمض النووي. اتخذت التحقيقات اللاحقة منعطفا غير متوقع عندما ربطت أدلة الحمض النووي جيسي ماثيو ليس فقط بمقتل هانا جراهام، ولكن أيضا بجريمة قتل أخرى في أكتوبر عام 2009، وهي وفاة مورغان دانا هارينغتون. تم العثور على بقايا مورغان في يناير كانون الثاني عام 2010 في عقار بمقاطعة ألبيمارل، على بعد 6 أمتار فقط من مكان اكتشاف بقايا هانا. تطابقت أدلة الطب الشرعي الموجودة على قميص مورغان مع الحمض النووي لماثيو، وربطته باعتداء في عام 2005 في فيرفاكس بولاية فيرجينيا. تم الآن ربط 3 نساء معا بوحشية قاتل متسلسل. أثار الكشف عن علاقة جيسي ماثيو بجرائم قتل متعددة تساؤلات عميقة حول تطور القاتل المتسلسل. يبدو أن الإجابة تكمن في تجارب حياة الشخص وتربيته والاختيارات التي يتخذها خلال تطوره. وقد أبرزت العلاقة المخفية بين هؤلاء الضحايا التأثير العميق لرحلة الفرد من الولادة إلى مرحلة البلوغ على سلوكه النهائي. 10 فبراير/شباط عام 2005، واجه جيسي ماثيو اتهامات رسمية بقتل هانا جراهام، ووجهت النيابة تهم القتل والاختطاف من الدرجة الأولى بقصد التدنيس. سعيا لعقوبة الإعدام، كان المدعون يهدفون إلى محاسبة ماثيو على أفعاله الشنيعة، ومع ذلك اقترح فريق دفاعه صفقة إقرار بالذنب، مما يشير إلى اعتراف ماثيو بقتل كل من هانا جراهام ومورغان هارينغتون. اجتمع أهالي الشابات للنظر في العرض، واعتبرت الصفقة المقترحة التي تقتضي السجن لمدة 25 عاما نظير الأرواح التي أزهقت والألم المستمر غير مقبولة على الإطلاق. 2 مارس عام 2016، دخل ماثيو في صفقة إقرار بالذنب أخرى. بموجب هذه الاتفاقية اعترف بقتل هانا جراهام ومورغان هارينغتون. في المقابل تم إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، ومناشدة للتساهل طلبت عائلة ماثيو حكما رحيما. المحاكمة التي امتدت لأقل من 3 أيام بقليل بسبب صفقة الإقرار بالذنب بلغت ذروتها بحصول ماثيو على حكم بالسجن مدى الحياة، ولم تتضمن الشروط أي إمكانية للإفراج المبكر. لقد خدم اتفاق الإقرار بالذنب الشامل هذا مصالح العدالة وضمان السلامة العامة وتلبية رغبات عائلتي جراهام وهانينغتون. أثناء النطق بالحكم أكد القاضي ديفيد شيل على الطبيعة الوحشية والمروعة لهجمات ماثيو، مما يؤكد خطورة جرائمه. صرخت والدة ماثيو التي تغلبت عليها العاطفة واضطرت إلى إخراجها من قاعة المحكمة،
أظهر ماثيو الحد الأدنى من العاطفة واستمع بانتباه وعبر عن ندمه من خلال محاميه الذي نقل اعتذاراته العميقة لعائلات الضحايا. الإغلاق الذي قدمه الإقرار بالذنب والحكم قد يقدم بعضا من العزاء لعائلات وأصدقاء الضحايا، ومع ذلك لا يمكن استبدال ألم فقدان الشخص بكلمات أو إجراءات قانونية. جون وسو جراهام والدي هانا دعيا إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لتوسيع قاعدة بيانات الحمض النووي في الولاية. اقترحوا إجراء دراسة تتطلب جمع الحمض النووي من الأفراد المدانين بارتكاب جرائم جنحة معينة، مما يمكن السلطات من اكتشاف الجنات المحتملين ومنع المواجهات المأساوية مثل تلك التي وقعت بين هانا وماثيو. 20 ديسمبر كانون الأول عام 2020 تم نقل جيسي ماثيو من سجن ولاية ساكسيس إلى مستشفى ريتشموند بسبب إصابته بسرطان القولون في المرحلة الرابعة، مصحوبة بإجراءات صارمة لإنفاذ القانون، في حين أن عائلة الضحايا بما في ذلك جيل هارينغتون والدة مورغان لا تعرب عن أي اهتمام بالانتقام، فإنها تجد النهاية في معرفة أن موجة جرائم ماثيو قد انتهت. واعتبارا من ديسمبر كانون الأول عام 2022 ظل جيسي ماثيو على قيد الحياة ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى عن حالته الصحية، ويتحول التركيز الآن إلى الدعوة إلى تغيرات تشريعية يمكن أن تمنع مثل هذه المآسي في المستقبل. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه.